لكم طلاب نكمل المحاضرة اللي هي يقصد بها قلنا مجموعة الأعداد الصفحة ومن خلالها اللي هي بيج سيت اب وضمن التبويب طبعا اللي هو تستخدم ضمن تبويب تخطيط الصفحة. وقلنا احنا تخطيط الصفحة لتستخدم هنا ضمن المجموعة إعداد الصفحة في تغيير هوامش وحجم أبعاد واتجاه الورقة وخيارات أخرى لتنسيق الصفحة. وهذا الشكل الأمامي من خلال نستخدمه من خلال التبويب اللي هو تخطيط الصفحة. ننقر فوق هوامش اللي هي مارجنز لتحديد أبعاد هوامش الصفحة القياسية أو من هوامش مخصصة يمكن إعدادها من قبل المستخدم. وننقر النقطة الثانية فوق الاتجاه اللي هو operations لتحديد اتجاه الورقة أفقي أو عمودي، ثم ننقر فوق الحجم سايز لتحديد حجم الورقة القياسي المستخدم، خلي تكون من A3 أو A4 أو مجموعة ينطيني أختار منها اللي هو حجم الورقة، أو من أحجام ورقية إضافية يمكن تخصيص أبعاد الصفحة من قبل المستخدم. فعندما أنا أنقر على هذا الموجود الزاوية السفلى راح يظهر لي مربع حوار إعداد الصفحة اللي هي بيج سيت اب، ويتم تعيين هوامش الصفحة سواء كانت من ناحية الأعلى العلوي السفلي الأيسر الأيمن، وأيضا ممكن من نفس مربع الحوار تغيير اتجاه الورقة عمودي أو أفقي، ومن خلال هذه النماذج الموجود لرسم تخطيطي حولها. خلينا نشوف هذه اللي حكيناه احنا. نرجع الى الوورد احنا فاتحينه، وتعرفون كيف يتم الطرق فتحه. نرجع لمن الى تخطيط الصفحه، نختار منها قلنا شرحنا النسق وعرفنا شنو النسق. هسه عندي الهوامش. الهوامش هو قلنا يحدد لي، او الهامش هو بمعنى شنو مثلا، يعني ننقر عليه هنا. الهامش هو قلنا ترك مسافه، او هو المسافه التي تترك عندما استخدم هذه الهوامش من الجهات الأربعة قلنا، سواء أكون من أعلى من الأسفل يمين يسار. ويمكن النسق الهوامش عند نهاية الكتاب النص، أو يمكن مثل قبل الطباعة أقدر أستطيع أن من خلال تبويب تخطيط الصفحة وأخطط الصفحة وأختار الهوامش اللي من خلال إعداد الصفحة، فأروح على الهوامش فتظهر لي مجموعة من الهوامش الجاهزة. أنا أختار قلنا الملائم، هذه الهوامش الجاهزة تكون من خلالها اخترت الهامش اللي اريده ضمن المستند مالتنا. اختار هذا عادي، هنا هو محدد لي. اذا نرجع نشوفه محدد لي من الاعلى قد القياس واحد، من اليسار واحد، في جميع الاتجاهات. لا اريد اضيق، شوفه غير عملية تنسيق المن للحجم اللي يكون بداية التنسيق يكون مثلا من هنا نص، من هنا لاسفل، من الاعلى وهكذا. هنا بعد اكس اذا معكوس، واذا هوامش مخصصة انا اريد اخصصها ارجع الى مربع الحوار يظهر لي باعداد الصفحة نفسه، واختار الهامش اللي انا بايدي اكتبه. الهامش خلي يكون واحد ونص، اقول له هنا أنا مثلا واحد بوينت مثلا هنا خمسة، او احدد له انا اريد هنا أنا من الايمن، وايضا احدد له من الايمن اقول له هنا أنا اثنين مثلا. اما اظل لو اكتب علي انا هنا الرقم، او عن طريق هذه الاسهم الموجوده هنا راح عمليه تكون تصاعدي او تنازلي الارقام ينطينيها. فاحدد له شقد، احدد له 1.1. حددت بعد ما هوامش التوثيق، شوف الورقه مالتي المعاينه المستند الصفحه بهذا الشكل يكتب، يعني هذا يترك لي الفراغ، هذا يبدي الهامش من هذه المنطقه. يعني من تركت مسافة من اليسار واليمين تركت هلقة. هنا هوامش التوثيق مثلا هنا مطنية صفر مثلا، اذا اكتب لك خلي يكون الهامش اخليه مثلا رقم مثلا هنا اثنين، سواء من جهة اليسار او من جهة اليمين. مثلا عندي طيت صفحة كتاب، خلي يكون طيت صفحة الكتاب او مفكرة، خلي تكون من اليمين من اليسار طيها، او من اليمين من انا استخدمت هنا من اليسار، فمن عندما تطويها حتى ما تاثر، ولا اذا موجود الكتابه بدايه المستند او الصفحات فما راح تاثر. مثل اترك مسافه هنا انا تركتها من اليسار، شوفوا المعاينه مالتي شلون تتغير. اذا قلت له انا اريد من اليمين، شوفوا اتجاهها المفروض ارجع ما اخذتها من اليمين، راح اتجاه طيه الكتاب او الغلاف مثلا اترك المسافه، صارت من جهه اليمين.
هذا اللي هامش التوثيق. فأقول له موافق، أنا هنا درجته درجة عملية الهامش اللي هو المستند أو الصفحة مالتي، فراح شوفوا الوميض اللي نستخدمه هنا ومين بدأ ترك هذه المسافة، وهذا المؤشر لشون وميض راح يبدي هنا من هنا بداية الكتابة اللي أني أكتبها، سواء هذه بداية الكتابة اللي أكتبها سواء طبعا عربي أو إنجليزي، أكتبه وين ينتهي إلى السطر الثاني وهكذا شوفونا، فأصبحت بهذا الشكل. فإذا أبدي شني أكتب عليها هنا، أغير أقول له أنتر وأيضا أكتب، وراح إذا بدت هنا الكتابة، وشوفوا شون أنا مجرد ما أكتب لكم حتى تشوفون وين ينتهي من جهة اليسار اللي هو الصح. شوفوا من هنا هنا من هنا انتهى، وأيضا ترك هذه المسافة اللي أنا تركتها، لكن إذا كل واحد أخلي له واحد واحد راح يترك لي مسافة قليلة هنا. إذا هذه عملية الهوامش الاتجاه، اتجاه الورقة، قد يكون اتجاه الورقة اللي استخدمه أنا هو نوع اتجاهي، اتجاه عمودي واتجاه أفقي. الاتجاه يكون العمودي إذا استخدمته هذا الشكل احنا مستخدميه، وإذا اتجاه أفقي اختار أفقي وراح يعطيني الورقة بشكل أفقي بهذا الشكل. حجم الورقة، حجم الورقة أو حجم الصفحة اللي يقصد بها هنا، اختيار حجم الورقة للمقطع الحالي اللي أنت واقف عليه، تطبيق حجم الورقة على كافة طبعا المستندات الموجودة أو الصفحات. دائما احنا نختار، قلنا يطلع هذا السهم تصاعدي وتنازلي شريط التمرير اللي من خلال هذا السهم يدرج لي مجموعة من حجم الورق، ودائما احنا حجم ورقنا يكون اللي هو A4. هذه A4، يعني استخدمت هذا حجم الورق اللي هو A4. عندي هنا الأعمدة، الأعمدة طبعا أنا شرحتها بالمحاضرة هذه السابقة كلها، بس أعاد لأن كلش مهم هذه الهوامش والاتجاه والأعمدة لإعداد الصفحة بتخطيط الصفحة، شرحته بالتنسيق قبل المقطع الأول وعدته لأنه كلش مهم لازم الانتباه إليه. فأجي أروح على الملف، خلينا نشوف احنا فاتحين ملفات ما موجود، فإذا هنا نستعرض الملف حتى يظهر أكثر وضوحا عندما استخدم شنو هنا استخدم في الأعمدة بتدرجها. هنا عندي هذا الملف واجي على تخطيط الصفحة، ارجع واروح للأعمدة انقر على هالسهم الموجود هنا. طبعا هو الكتابة هسه هذا المستند اللي كاتبته في هذا الصفحة هو عبارة عن عمود واحد، ايش قد ما اكتب به هذا المستند شوفوا مملي من بداية الورقة او الصفحة الى نهايته كله هو عبارة عن عمود. من اقول له لا انا اريد عمودين، راح يقسم لي هذا المستند او هاي الصفحة الى عمودين ضمن التنسيقات. اقول له لا انا اريد ثلاثة اعمدة، راح ينسقني الى ثلاثة اعمدة قسم لي اياه، وكل عمود الى شون الاعمدة الموجودة في مجلات الصحف راح يقسم لي بهذا الشكل الصفحة او الورقة مالتنا. هنا الاعمدة اذا اريد مزيد من الاعمدة، طبعا هنا العمود اذا قلت له من جهة اليسار راح يحدد من جهة اليسار العمود الاول خلالي اياها، وجهة اليسار يكون اكبر مسافة او عرض للمستند او الورقة. اذا اقول له من جهة اليمين راح يكون بالعكس، راح يخلي لي هنا تكون اكثر مجرد العنوان، وهنا يقسم لي الحجم عفوا الاعمدة. هنا اذا اريد مزيد من الاعمدة، هذه الاعمدة ما اريد، وانا اريد ايدي اسوي المسافة بين العرض والارتفاع لكل عمود من الاعمدة. هنا يعطيني فد معينة، هذا شوفوا هنا معينة للمستند هذه الورقة عن الصفحة اللي كاتبتها. ممكن اغير الاعمدة، انا ما اريدها اثنين، ممكن اغيرها اقول له انا اريد الاعمدة تكون مثلا خمس اعمدة او اربع اعمدة او ثلاث اعمدة، انا احددها بكيفي. هنا اذا عندي رقم العمود، رقم العمود الاول احدد ايضا انا احدده، اقول له العمود الاول يكون هالقد، والعمود الثاني العرض مالته اثنين، والتباعد بين بيناتهم خلي يكون واحد اقل من الثاني. الاعمده هل تكون متساويه العرض؟ هاي الاعمده كلهم متساويه العرض، اذا قلت له علامه الصح خليته اشرت نشطه راح كلهم يخليهن بعرض واحد، يلغي هذه التباعد والعرض اللي انا سويته يكون غير مفعله غير منشطه، قبل شويه كانت موجوده غير منشطه. فاقول له انا موافق، شوفوا هنا عرضهم يختلف، هاي اقل من عندها وهاي حسب انت مط العرض والارتفاع
للعمود. هذه انقر عليها مرتلة واقول له مزيد من الاعمده، واقول له يا با انا الغي لي هذه وخلي علامه الصح هنا وشيلهم كلهن، انطاني اياهن كلهن العرض مالتهن يكون بهذا الشكل 2 بوينت واللي هو 36، وعندي التباعد مالتهن يكون 0.1 هنا، فما انطاني العرض يعني ليش؟ انا قلت له اريد اعمده متساويه العرض كلهن نشط لي اياهن. من شلت علامه الصح؟ لا، لازم اني احدد كل واحد من عنده ايش قد. يقول على كامل المستند، يعني اريد كل المستند، الصفحه المال المستند كله اللي موجوده من 20 صفحه او من هاي النقطه بس اللي انت واقف عليها، النقطه شوف وين حددها، النقطه المؤشر اللي واقف عليها، اقول له الان انا موافق من النقطه الموجوده بدا من خلال المستند هنا المؤشر او المبيض. اذا هذه عندي الاعمده الموجوده هنا، مزيد من الاعمده ارجع، مهمه هاي المحاضره طلاب. هنا أنا عندي أريد تطبيقه على الكل، كل أعمدة متساوية، وأريد هنا أنا من اليمين لليسار يكون خط يكون بيني يبين الخط، شوف هسه هذا الخط بيني أظهر بالمعاينة حتى أشوف العرض والارتفاع لكل واحد من عندهم، أقول له موافق موافق، راح يوافق لي على هذا التدرج هنا. أقول له موافق وافق لي، شوف هذا الخط البيني ظهر لي الخط البيني بين من؟ بين الـ 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 الأول العمود الأول والعمود الثاني. هذه بالنسبة لمن؟ عندنا اللي الهوامش والاتجاه والحجم والأعمدة. هنا قلنا هذه مشغلات مربعات الحوار، كل سهم موجود دائما موجود على الجهة اليسرى، ومشغلات مربعات الحوار شنو فائدتها هذه؟ من أنطر عليها راح يطلع مربع حوار، يعني شنو؟ هي تعتبر طبعا هي رموز تظهر في بعض المجموعات، وين موجودة؟ قلنا في الجهة اليسرى من المجموعة، يعني على شكل رأس هذا السهم من خلاله أستطيع أن فتح من أنقر عليه راح يفتح لي مربع حوار، مربع هذا الحوار اللي أنا أختاره من خلاله أختار هنا أنا عندي هذه الهوامش اللي اختارته وحجم الورق من خلاله من أنقر عليه شوف شلون غيرته وتخطيط الصفحة اللي من خلاله. أي تغييرات يتم من خلال حجم الورق أو الهوامش راح هنا يتم عندي عملية المعاينة من خلالها. اتجاه الورقة أيضا أريدها أفقي، أريدها عمودي، يتغيرها. عدد الصفحات، الصفحات إيش قد؟ أنا ممكن أن أريد صفحة واحدة، مثلا صفحات صفحتان في كل ورقة، يعطيني صفحتان في كامل المستند أريده كامل. فشنطاني صفحتين في كل ورقة من أجي أقلها عملية المعاينة حتى تشوفوها هنا في حالة الطباعة الروح. هنا أنا عندي في حالة الطباعة هنا المرق شوف ايش ظهرت هنا صفحتين وين؟ في ورقة واحدة من تطبع الورق مالتك هنا. إذا أقول له هنا عملية التراجع. أرجع الملف مالتنا. أرجع الملف مالتنا هنا. هنا عندي أيضا إعداد الصفحة أرجع عليها وأقول له هنا إعداد الصفحة. صفحتين في ورقة. طيت كتاب طيت كتاب، هوامش معكوسة هوامش معكوسة بعد، انت ضمن المجرة هذه اللي تفتحها انت راح تعطيك هنا اعداد الورقة الموجودة هنا. عادية عادية الورقة مالتي هنا يتم عدد الاوراق لكل مثلا ايش قد تريد انت عدد الاوراق تظهر لها، مثلا تظهر لك اياها 8 اظهر لها 8. من بعد ما تكمل معاينة المستند تقول له موافق هنا راح تجي لعملية المعاينة، هنشوف عملية الطباعة، هنشوف شو تكون مستند بهذا الشكل، لكن ممكن نسطلك إياها على ضمن ثمان صفحات أو الموجودة عندي أمامي. هسه نرجع ملفنا الموجود إلغاء الأمر، نرجع كل عمليات هذه اللي عملناها بإعداد الصفحة، أقول له مثلا تراجع، أرجع وين للسهم الموجود بكويك أكسيت تول بار اللي في شريط الوصول السريع، تراجع عن كل خطوة أو أقول له كنترول وحرف زائد. رجعنا إلى المستند أو الصفحة أو البحث مالتنا اللي متكون مجموعة صفحات من خلال الاختيارات. شكرا جزيلا طلاب على استماعنا للمحاضرة.